ميكرو فريد يقول المثل كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الضربي باش نسولوا الناس على واحد النص ديال المثل شعبي قح ويكملوا لنا النص الاخر. النص ديال المثل هو عيط جبد راه الحال، ما الحال خليكم معنا باش تعرفوا الحال مالو بكل تواضع. عيط جبد الحال برد، الحال برد بان لي الزلم طوله وجاكي برد اخويا ضروري خصك تكبط، لما تكبطتيش تلعقها ضرب البيصاره بعدا والله الا فاطر بها بيصار عاد مولات تلبس سمان مع الصباح زيت العود ضروري دابا سخون مع راساتك طوب هو هذاك هو هذاك. كاين شي اقبال على المظلات ولا والو؟ المظلات عليهم اقبال، الناس كتعاني مع هذا الشيء هذه، غتمشي توصل لدارها فازقه توصل فيها البرد اللهم تاخذ مظله ب 60 درهم صافي مصيبه شعره ب 100 درهم ومظله ب 60 درهم 60 درهم 160 درهم تدبر على بكل تواضع كل تواضع تحياتي عيط جبد الحال برد واش عرفتي برد وراه انت كتشوف الشو والخيرات ديال ربي راه الحال برد الوقت برداش اصلا الاخ المرقد ديالك منين الاصل ديالك انا زيد في كازا الاصل ديالي من بن احمد تحيه الناس مزاب الله يحفظك ليا خويا دابا كون البرد كاين تما كاين البرد تما خويا مشيتي ولا ما مشيتيش لا ما مشيتش حرضتي ولا ما حرضتيش ضروري انت اللي كتحرض ضروري او والله خوك فلاح اه هو خويا داوي معاه فلاح نيت فلاح نيت راه حيت شفتو كتهضر معاه في التليفون داك الشيء محراتش هو راه خدام راه كيحرض تبارك الله خدام اه خدام نادي تحياتي الله يحفظك وتحيه الناس بن احمد الله يحفظك عيط جبد الحال برد الحال برد مكبط ليا واش ما لابس مزيان خصك شي جاكيطه شي طاقيه بحال هنا لا 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 انا راه هنا يا خدام هنا فادي كتدخل كتسخن دخلت نسخن خدمه خدمه اصلا خدمه اللي تخدم فيها انا راك عارف في القهوه ديال الشيشه سميتو زموجه انا راه دابا غندخل وغنحيد هاد كتسخن دابا ملي كتدخل تما كاين كتزماتي زماتي هي بكل تواضع كار هاني يا بعدي وخاصك البيصاره دابا ومال البيصاره مالها ما زيت العود زيت العود راك تما تولي عاود وهذاك تحيه تحيه لمدينه مكناس عيط جبد الحال برد الحال برد باين الحال برد باين ليا مكبط يضرب ليا البيصاره مع راساتك ولا اللوبيا لا باقي ما مغديش هاد الساعه الله خارج من الخدمه يلا غادي تغدى يلا غادي نتغدى ما ديناش معاك الله يرحم والديك مرحبا بكم الله يحفظك ليا مرحبا بكم اخويا مين اخويا المرقد ديالكم الاصل ديالك منين الاصل ديالي انا من حد سوالم حد سوالم تحيه الناس لحد سوالم الله يحفظك بارك الله فيك هذيك راه بلاد حرات هي تبارك الله شويه غلب عليها ليغبانيزاسيون لي شني ليغبانيزاسيون بكل تواضع التعمير يعني التعمير يعني ولات بزاف ديال المدينه تماك والفلاحه ما بقاتش بزاف يعني بلاصه يعني حيدوا الفلاحه وداروا التعمير داروا التعمير ماشي التعمير التعمار التعمار ولات عامره ولات عامره بكل تواضع بكل تواضع تحياتي وبارك هذا الخير بارك هذا الشتاء وهذا البرد شكرا ولبس مزيان ضروري ودابا قال لك راه الحال برد وبيني وبينك عيط جبد عيط جبد الحال برد الحال برد الحال برد نيت قال لي نيت مكبط ودير لي الميضله اي اش غدير اخويا الحمد لله الله يرحمنا الله يرحمنا الله يرحمنا شكرا اش من المرقد انت منين المرقد ديالك اخويا كيفاش بحالك البلاد ديالك منين تارودانت تارودانت دابا صابه فيها الشتا ثلج تما تبارك الله هنا دابا البرد تما كاين البرد كاين اش كديروا كتدفاو بالحطب الحطب دابا الوقت طورات كان الحطب هما دابا ودابا باش كتدفاو دابا كاين البوطه كاين الفاخر كاين او كتدفاو بالبوطه هو شنو